نحن الآن في الخطوط الأمامية لجبهة حماك على الحدود مع محافظة إب. هذه أول نقاط التماس التي تتمركز فيها المقاومة الشعبية. هنا يقع نقيل الخشبة، في رأس هذا النقيل تتمركز الميليشيات الحوثية وتقوم بين الحين والآخر بإطلاق النار على المقاومة الشعبية وعلى مواقع المقاومة. المقاومة هنا ترد، كانت آخر هذه المواجهات ليلة أمس حيث تمكنت المقاومة من إلحاق خسائر كبيرة في صفوف المتمردين الحوثيين. معنا هنا أحد القادة الميدانيين أو القائد الميداني لهذه الجبهة، يمكن أن يطلعنا على آخر المستجدات في هذه المكان في هذا المكان. فنحن في جبهة حماك أولا نشكركم كإعلاميين بما تدوه من هذا الواجب وإظهار الحقيقة للعالم لكي يعرف في هذه الجبهة ما يدور فيها وما يحصل من تقصير سواء في الدعم أو غيره. فنحن في جبهة حماك صامدين في هذه الجبهة لأكثر من 6 أشهر، وقد صدينا إلى الآن أكثر من 55 هجوم للقوات الحوثية والعباشية، وليلة أمس قاموا بهجوم وتصدينا له هنا وفي الجبهة العليا، والحمد لله لن يستطيعوا أن يمروا من هذا المكان ولن يستطيعوا أن ينزلوا إلى هذا الموقع، وهذا المكان وهو وادي شذان سيكون مقبرة لهم إذا غامروا فيه. إذن هكذا تبدو الصورة مشاهدين الكرام، وهكذا هي معنويات رجال المقاومة على الرغم من شحة الإمكانيات التي يعانونها، لكن عزائمهم أكبر من ما يمتلكه العدو من العتاد والسلاح. فوز المريسي، قناة السهيل، من منطقة شذان بين محافظتي إب والضالع.